شهد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح اليوم حفل تخريج إحدى دورات التعبئة المتقدمة للضباط بمركز تدريب قوة الدفاع الملكي بمشاركة عدد من ضباط الحرس الوطني وضباط من دولة الكويت الشقيقة. فلدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين إلى موقع الحفل كان في استقباله سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. هذا وقد ألقى اللواء الركن جابر عبد الله بن حويل آمر مركز تدريب قوة الدفاع الملكي كلمة رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين على تفضله برعاية حفل التخريج وعلى الدعم الكبير والاهتمام المتواصل الذي يحظى به مركز تدريب قوة الدفاع الملكي من معاليه مما كان له أكبر الأثر في تطوير قدراته وتعزيز كفاءته التدريبية. ثم تفضل معاليه بتوزيع الشهادات على الضباط الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين، وهنأ معاليه الضباط مشيدا بمستوى النتائج المتقدمة للدورة والتي جاءت تتويجا للجهود الطيبة التي بذلوها. أشار معالي القائد العام إلى أن هذه الدورات ستكون رصيدا جيدا وعونا قويا ينطلق من خلاله الخريجون لتنفيذ جميع الواجبات التي ستناط بهم في حياتهم العسكرية المستقبلية. كما زودهم معاليه بتوجيهاته وإرشاداته القيمة وحثهم على أهمية مواصلة التدريب والتعليم والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة والمتقدمة التي تقدمها قوة الدفاع البحرين، مرحبا معاليه بمشاركة الضباط الأشقاء من القوات المسلحة بدولة الكويت لإخوانهم في هذه الدورة، ولما لتلك المشاركة من دور فاعل في تقوية أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة. أكد معاليه أن قوة دفاع البحرين وحرصا منها على رفع مستوى كافة منتسبيها من ضباط وأفراد وتدريبهم التدريب الأمثل القائم على أحدث الأسس والأساليب العسكرية، أولت التدريب العسكري الأساسي والمتقدم أهمية خاصة في هيئة العديد من الدورات العسكرية لمختلف الأسلحة والصنوف، وسعت لتطويرها وزيادة قاعدتها العلمية لتخريج ضباط مؤهلين بمختلف العلوم العسكرية، داعيا الله العلي القدير أن يديم على قوة الدفاع المزيد من التطور والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.